بكلية التجارة جامعة القاهرة. دكتور حسن مساء الخير فندم. مساء النور يا فندم. اهلا بحضرتك دكتور حسن. أهلا. دكتور حسن انا قريت طبعا وحضرتك اكيد متابع لانه الخبر انا قلت هو اسعد الحقيقة كل المصريين وليس اصحاب المعاشات فقط. ترجم لي هذا القرار وهذا التوجه اللي وجهه سيادة الرئيس للحكومة مبدئيا دكتور حسن، كم عدد المستفيدين من هذا القرار من اصحاب المعاشات؟ انت بتتكلمي في عدد المستفيدين من هذا القرار من اصحاب المعاشات، كل موظفين الدوله الذي تم احالتهم على المعاش ويتقاضون معاشات متدنيه في الوقت الحالي وعددهم اكثر من 6 او 7 مليون محال على المعاش يستفيدون من هذه المعاشات. كلهم بالتاكيد هيستفيدوا. المتوقع ان هم تزيد لو تم استثمار هذه الاموال بالطريقه السليمه ان هو يحصل على عائد او على معاش تقريبا ضعف او ثلاث اضعاف المعاش الذي يحصل عليه الان. الاموال التي سيتم ردها للمعاشات مبروك عليهم في حدود ال 500 مليار جنيه. بتتكلمي في نص تريليون جنيه هيرجع للهيئه العامه للمعاشات، والوزاره الاستثمار بالتاكيد هتخش في العمليه. بالتاكيد هذه الاموال سوف يتم ادخالها في صناديق استثماريه سوف تقوم بتنشيط السوق المصري بالكامل. بس اللي احنا بنخاف منه ان يتم ضخ هذه الاموال في صناديق استثماريه في اوراق ماليه تتجه نحو البورصه، وهذا لن يعود بالنفع الكافي على الاقتصاد المصري. هو يحصل نوع من انواع مكاسب راسماليه لمن قام بعمليه شراء الاسهم، بالتاكيد جزء منها يروح للبورصه، ولكن اللي احنا عايزينه لا ان هو يروح في اتجاه اخر غير البورصه. على ما اعتقد اكثر جزء هيكون جاذب لهذه الاموال سوف يكون السندات الحكوميه التي تصدرها الدوله. في ظل وجود هذا الفائض يمكن للدوله ان تقوم باصدار سندات حكوميه على معدل فائده اقل، وما سوف يساعد على خفض سعر الفائده في الاقتصاد المصري. ده من ناحيه، ده بالتالي بيخفض سعر بيخفض التضخم اللي موجود في الاقتصاد المصري. ده المردود الثاني الاقتصادي التاني. لما هتزيد المعاشات او لما ترجع المعاشات بعد هذا لما ترجع ما هو اللي هيحصل. المعاشات ديت ما بترجعش، ما بتصرفش كاش للناس، ما بتصرفش نقدي مباشره، هي بتخش الصناديق الاستثماريه، وعوائد الصناديق الاستثماريه هي اللي يتم توزيعها على الناس. نعم. اللي هم محالين الى المعاش. هذه الصناديق الاستثماريه سوف تضخ في الاقتصاد المصري بالتاكيد، سوف تساعد على تنشيط الاقتصاد المصري بالتاكيد. اكبر جزء بيجذب الاموال الان في الاقتصاد المصري هو صناديق او زون الخزانه التي تصدرها الحكومه المصريه. نتيجة لتوفر وعاء جديد فيه سيولة كبيرة جدا، لن تقوم الحكومة المصرية بإصدار أذون الخزانة بتاعتها ب 20 و17 و18% انيمور. مرة تانية هتصدرها ب 12 و14% المعدلات المقبولة إلى حد ما. ده هيؤدي لانخفاض سعر الفايدة. طالما انخفضت سعر الفايدة لازم التضخم ينخفض مع سعر الفايدة. قد كده انه الناس متصوره، معلش دكتور حسن حضرتك طبعا بتتكلم بشكل اكاديمي وشكل متخصص، احنا مش فاهمين زي حضرتك كده التفاصيل. الناس متخيله انه المساله هتخلص عند فقط ان اصحاب المعاشات هيستفيدوا. انا بتصور انه مش كتير عارف كل اللي حضرتك بتقوله من فوائد. ده اقتصاد كامل يا فندم بيتحرك مع قرار سياده الرئيس. قرار سيادة الرئيس الذي هو قرار إنساني بالدرجة الأولى طبعا له انعكاسات اقتصادية ضخمة جدا سوف يشعر بها المواطن المصري، ليس فقط من هو محال على المعاش والذي سوف يتضاعف معاشه، ولكن الاقتصاد المصري بالكامل سوف يجني ثمار هذه الخطوة الإنسانية. في ظاهرها إنسانية وفي باطنها أيضا إنسانية، ولكن أنا اللي ليا بيها المردود الاقتصادي والاستثماري والمالي على الاقتصاد المصري. زي ما بقول لساعتك هتؤدي لخفض سعر الفايدة، هتؤدي لانخفاض التضخم، والحاجتين دول بنخفض معاها سعر الصرف اللي احنا بنعاني اشد المعاناه منه نتيجه لارتفاع سعر الدولار في السوق. جزء دكتور حسن بعد اذنك. هيؤدي لانخفاض التضخم ازاي؟ وهيؤدي لانخفاض الفايده ازاي؟ معلش بجهدك في الشرح بس انا حاضر يا فندم. الناس تعرف. ايوه. الواقع العملي بيقول ايه؟ الواقع العملي بيقول ان الدوله عندها عجز. العجز بتاع الدولة سوف يتم تدبيره عن طريق الاقتراض. الاقتراض لما يكون في مصدر من المصادر اللي انا اقدر اقترض منها بقى عنده فائض كبير. بالتالي مش هعرض عليه سعر فايدة مرتفع. انا هعرض عليه سعر فايدة منخفض لانه هو محتاج ان هو يستثمر الاموال اللي بقت موجودة عنده. ومفيش اوعية استثمارية كبيرة موجودة في الدولة. الوعاء الاستثماري الاكبر الموجود دلوقتي في الدولة
هو زون الخزانه الحكوميه التي تصدرها الحكومه المصريه، اللي هي نزلت من 20 ل 18 ل 17%. نتيجه لهذا القرار سعر الفائده الذي سوف تطرحه الحكومه للحصول على هذه الاموال لن يكون 17%، لان انا كنت قبل كده بسحب من مين؟ انا بسحب من البنوك. والبنوك بتسحب من فين؟ بتسحب من المواطن المصري. المواطن المصري ما بقاش معاه ان هو يدخر اكتر من كده. وبالتالي لازم اوجد قناه جديده ان انا استلف منها. القناه الجديده بالتاكيد هتبقى فلوس المعاشات. فلوس المعاشات يا فندم، احنا بنقول لما بنعمل صناديق المعاشات اللي هي بنسميها البنشن فاند، هي بتعتمد اساسا على اذون الخزانه بتاعه الدوله. ايوه، اذون الخزانه بتاعه الدوله موجوده، الفلوس اللي هتبقى موجوده عند المعاشات هتخش في اذون الخزانه، نتيجه ان انا بقى عندي معروض من نقود كتير علشان يتم استثمار في اذون الخزانه، لازم سعر الفايده ينزل، لازم. وبالتالي انخفاض سعر الفايده بالتاكيد بيسحب معاه. احنا في مصر المفروض لما التضخم بيقل بيخفض سعر الفايده، احنا في مصر الموضوع عندنا مقلوب. يعني الموضوع عندنا لما بتنخفض سعر الفايده بتنخفض التضخم، بيخفض التضخم. ليه؟ لان التاجر والمصنع لما بيجي يمول عملياته بيمولها عن طريق الاقتراض. لما بيجي يعملها عن طريق الاقتراض بسعر فايده مرتفع بيحمل سعر الفايده على سعر البيع، وبالتالي بيرتفع سعر البيع فبيجيب معاه التضخم. وبالتالي احنا دخلنا في الدوره الايه؟ العكسيه، ان انا بخفض سعر الفايده فبتخفض تكلفه الاداء الاعمال على رجال الاعمال، وبالتالي المفروض ان هم يخفضوا سعر البيع وبالتالي التضخم بيقل. اقتصاديا طالما سعر الفايده انخفض، طالما سعر او التضخم قل كمان، لازم سعر الصرف يقل. وده حاجه من الحاجات اللي بيعاني منها الاقتصاد المصري بشكل. الاجمل من كده، اللي هو النتيجه لرد هذه الاموال للمعاشات، نتيجه استثمار هذه الاموال اصحابها الحقيقيين اللي هم تم اجتزاء هذه الاموال منهم، اللي هم الناس اللي طلعوا على المعاش. نتيجه الاستثمار، هو ايه اللي بيحصل في الاسره المصريه؟ ليه الاب بيشتغل لغايه ما يبقى عنده 75 و80 سنه؟ لان هو عنده 60 سنه وبيحال على المعاش، دخله من المعاش لا يكفي لتغطيه احتياجاته اليوميه. صحيح. وبالتالي بيختار ان هو يشتغل. لما بيشتغل هو عبء عليه، حرام واحد اشتغل 50 سنه ولا 60 سنه لغايه ما عمره 60 سنه ونخليه يشتغل 10 سنين كمان، ده غير ادمي. نتيجه لكده هو بياخد فرصه واحد عنده 23 سنه و24 سنه المفروض ان هو يخش سوق العمل، نتيجه لانه هو عنده 60 سنه خرج من سوق العمل. نتيجه ان انا بعتقد فيه في سوق العمل، انا بخلي البطاله تزيد. وانتاجيه اللي عنده 60 سنه 65 سنه 70 سنه مش زي اللي انتاجيته عنده 23 سنه 25 30 سنه. طبيعي. نتيجه للعمليه ديت هيلاقي الراجل المحال على المعاش ان هو مش محتاج ان هو يشتغل فتره ثانيه او يشتغل مده ثانيه علشان يقدر يكفي احتياجاته. هو كان بياخد 2000 جنيه من المعاش بيشتغل عشان يعمل عليهم 1000 او 2000 كمان عشان يقدر يعيش. دلوقتي المعاش بتاعه بالتاكيد هيتضاعف، فمش هيحتاج ان هو يشتغل الشغلانه الثانيه. ويبتدي يستعيد، يبتدي يحس بادميته وهو عنده 60 سنه، يرتاح بيستمتع بالحياه وبيسيب مكانه لحد يخش سوق العمل. فالحاجه الغريبه جدا ده انا هلاحظها في الفتره اللي جايه نتيجه تطبيق هذا القرار، وبعد تطبيق هذا القرار ان هو نسبه البطاله في مصر هتنخفض. تنخفض ليه؟ لان بقت الناس فعلا بتخرج على المعاش وهي عندها 60 سنه ولا تاخذ عمل احد اخر حتى تستطيع سد احتياجاتها، تم سدادها من هذا الاستثمار. الموضوع ممتع جدا وجميل جدا، القرار انساني بالدرجه الاولى، مردوده الاقتصادي هنشوفه في الفتره اللي جايه بعد رد هذه. اديني مثال كده دكتور حسن. الو. ايوه يا فندم. اديني مثال كده تقريبي يعني لو انا النهارده باخد معاش 2000 جنيه يعني بعد ما يحصل كل اللي سيادة الرئيس قاله وعلى التنفيذ التسويه اعتبارا من موازنه العام الحالي 19-20، المفروض ال1000 هاخدهم كام؟ المفروض يا فندم هو اللي موجود دلوقتي اللي بيستثمر لصالح المعاشات كام؟ هو اللي بيستثمر لصالح المعاشات مش مكمل نص تريليون ايجيبشن باوند او مش واصل ل 500 مليار جنيه مصري بيتم استثمارهم. لما ارد له 500 مليون جنيه مصري 500 مليار جنيه مصري على اللي موجود عنده انا بوصل له تريليون جنيه مصري. وبالتالي ابسط قواعد الحسبه ان هو يتضاعف المعاش بتاع المواطن المصري المحال الى المعاش. ايوه ده ابسط القواعد ان هو يوصل لها. أيوه. ممكن يبقى ضعف، ممكن يبقى ضعفين، ممكن يبقى ثلاث اضعاف على حسب قدره صناديق المعاشات في اداره هذه الاموال. هتعمل سوف يتم ادارتها في استثمارات قصيره الاجل ولا طويله الاجل، في استثمارات مباشره واستثمارات غير مباشره، في زون الخزانه بتاعت الحكومه ولا في البورصه، ولا هتستثمر في ايه بالظبط؟ أيوه. هي عايزه اداره